أحمد مغترب في السعودية وطوالي بيعاني في موضوع تحويل القروش لأهله في السودان، وبقى شايل هم الصفوف والتأخير والإجراءات الطويلة. وفي يوم اتصل عليه صديقه عوض وقال له ما سمحت بخدمة إنجاز؟ الخدمة ممكن عن طريقها تحول أي مبلغ في أي وقت وبأبسط الإجراءات الممكنة وأقل جهد. بصل عليك عشان تحول إنك تحمل تطبيق إنجاز، وبعدها تقدر تحول مباشرة أي مبلغ إلى السودان وبكل سهولة. وعندك أي مبلغ عاوز تحوله ما تتردد وحول عن طريق خدمة إنجاز. بنك الخرطوم، أنت أولاً.